من الجوع سيموتون، وإذا تناولوا الطعام سيموتون أيضا. هكذا تقول الأسر التي باتت مشردة نازحة من ديارها بمحافظة الحديدة، حينما فرضت عليها الميليشيات الحوثية تناول سلال غذائية منتهية الصلاحية، غذاء ظاهره السلام وباطنه الانتقام من كل حي لا يؤيد مشروعهم. زوجي مدرس كان بالاسم بس، لكن لا نتقاضى رواتب، لا نحصل رواتب، لا نحصل حاجة، يدوننا مقابل الرواتب سلال غذائية منتهية، يعني ترضى أو تأبى تبق براسك في الجدار. ها هذا هو حكم الإمامة. أم بدر وأم مصطفى وفلذات أكبادهم وأكثر من 30 أسرة يتقاسمون في مركز التأهيل المهني بمنطقة فوقم مديرية البريقة بمحافظة عدن، قسوة تفوق تحملهم للنزوح والتشرد بعد أن هجرتهم الميليشيا من منازلهم، محشورين في فصول جافة جامدة يعيشون على فتات ما تجود به مساعدات منظمات وجمعيات لا تفي بإسكات قرقرة أمعائهم. لو أقول لك أني أنا من أمس بدون أكل ما بتصدقش، يعني المعيشة الصراحة صعبة جدا. هنا كل واحد يلا يلا يدوب، اللي عنده 7 واللي عنده 10 واللي عنده 12 واللي عنده 5 واللي 3، من فين يأكلهم ذول الناس؟ لأني أنا بدون عائل ما عندي رجال عشان يصرف علي، وهنا العيش الصراحة صعبة لأنه ما فيش عمل، من فين بتعيش وإنت ما عندك عمل؟ عندنا هنا حوالي 117 أسرة من أبناء الحديدة من عدة مناطق في الحديدة، وهنا لهم من بعد رمضان السنة اللي فاتت، وهم الآن هنا متواجدين عندنا في المنطقة، ونسقنا لهم مع عدة مؤسسات ومنظمات مع برضه مفوضية للشؤون اللاجئين، وقابوا لهم دعم غداء وكل شيء، بس الآن لهم شهرين ما يستلموش أي سلة غذائية. ندعو أي فاعل خير أو مؤسسة أو منظمة أن توفر لهم الغذاء، لأنهم محتاجين للغذاء، لأن ما يوجد لهم مصدر دخل، يعني حالتهم مأساوية. أجسادهم ناحلة جائعة فرت من بطش ميليشيات حوثية تركت منازلها لمصير مجهول، بعضهم آثر النزوح أملا بأن يعينوا أقاربهم الذين يحاصرهم الموت في الحديدة ونقلهم إلى عدن، لكنهم فشلوا بينما نجحت دموعهم المنهمرة في التعبير عن حالهم البائس وصراعهم في توفير لقمة العيش لهم. معي أهل في الحديدة ما قدروش يطلعوا نظرا لحالتهم المادية، واني يعني معي ناس، معي حبايبي صديقاتي، واني جلست افكر فيهم، لما افكر فيهم تجيني المعده، يجيني لهيب في معدتي، اجلس ابكي ابكي ابكي، يعني متوتر. يعني لما تسمع عنهم عن احوالهم اكون نفسي طير لعندهم، لكن انا بنفسي هرب، كيف يعني برجع؟ وأنا كنت نفسي أجيبهم، بس هم ظروفهم المادية صعبة، ما أدريش إنهم أحياء أو أموات، إنهم بخيرين أو لا، ما أدريش أني إنهم بأي حاجة، حتى الشبكات تضيع، يتحكموا الحواتي حتى في الشبكة حق الجوالات. أطفال يلعبون ببراءة غير مدركين بمرارة تعصرها قلوب كبارهم، فأي مستقبل ينتظرهم في ظل عنجهية ميليشيات تواصل تشريد سكان الحديدة إلا بتطهير اليمن من فسادهم وإجرامهم. دليل يوسف، اليمن اليوم، عدن.